تمام. أظن موضوع هيلمسنا كلنا، موضوع مهم قوي. لو كل إنسان بدأ يركز مع نفسه ويبدأ يشوف قلبه، والله حالنا هيتغير بجد، وحياتنا هتتغير، وحاجات كتير قوي هنحس إن إحنا بنرتقي مع الله عز وجل، لأن هو الأصل القلب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صح. وبرضه بيعلمنا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالإنسان لما يبدأ يفكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا، إلا من أتى الله بقلب سليم، فتلاقي إن القلب هو الأساس. وتلاقي إن القلب لو الإنسان يبدأ يبص ويركز مع قلبه، حياته هتتغير كتير قوي، وتعاملاته مع الناس هتتغير كتير قوي، وتعاملاته مع ربنا هتتغير كتير قوي، وتعاملاته مع نفسه هتتغير كتير قوي. بس كل إنسان يبدأ يفكر مع نفسه في قلبه مش قلب اللي جنبه. هي دي مشكلتنا كلها. مشكلتنا إن إحنا إيه، ده فلان ده فلانة. النهاردة أنا جاي بتكلم في أمراض القلوب، اللي هو إحنا أنا يوسف بيتكلم عن نفسه. أنا أكيد عندي مرض في قلبي محتاج إن أنا أبدأ أفكر فيه وأرجع نفسي فيه، وأبدأ أشوف أنا صح ولا غلط. أنا قلبي إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا أحيانا قلبي بيكون ما بداخله غير اللي بيطلع. وهي دي مشكلتنا في الحياة اللي إحنا بنعيشها، ما بقيناش عارفين الشخص ده بيحب لك الخير قوي، ولا الشخص ده بيدعي انه بيحب الخير لكن في النهاية هو في قلبه حاجة تانية خالص. هو حاقد، هو عنده مشكلة، هو مستكتر الخير عليك. مشكلتنا ان احنا بنعيش الاجواء دي ما احناش عارفين، وهو في النهاية معظمناش عبادة القلب. معظمناش ايه؟ عبادة القلب. هو ايه عبادة القلب؟ احنا دايما دايما مؤمنين بعبادات الجوارح، دايما مركزين انا ملتزم، انا هقرب لربنا. ايه عبادات الجوارح؟ بنعمل ايه؟ احنا اصلي بنصلي واصوم. وده الاصل. احنا مش بنقول ده مش صح، بس لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبيحكوا له عن انسانه ده بتصوم وقوامه، بتقوم الليل وبتعمل كذا وكذا، لكن بتاذي جيرانها، قال هي في النار. كان النبي بيعلمنا انه بتصلي وبتصوم وكل ده، بس لها بتاعتها، بتعمل كده ما بينها وبين ربنا، لكن بتاذي جيرانها، يعني معاملتها مع جيرانها وحشه. ما هو الدين معامله، الدين المعاملة. برافو عليك. فتلاقي هنا ايه، هي في النار على طول. النبي صلى الله عليه وسلم ما فكرش. امرأة بغي، يعني ما فيش اكتر من كده، ماشية ومروحة راحة في اي حتة، لقيت كلب قاعد بيلهس في جو حر زي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، فقامت راحة، البير موجود بالحذاء بتاعها، مليته مية وشربت الكلب، دخلت الجنة. اما الانسان يبص في القصتين دول، احنا نظرة ربنا لينا غير نظرتنا احنا. احنا تعاملاتنا مع ربنا غير بص، يعني احيانا في ناس، وبالذات لما الناس بتكبر في السن، فممكن تبقى حياتها مثلا سنين كتير قوي هم كانوا بعاد عن ربنا، كان عندهم بعض الذنوب، كان عندهم بعض الاخطاء اللي كلنا بنقع فيها. فلما يجي يحصل بعد سن الخمسين والستين، فتلاقي الناس بتبدأ تهدى، وتلاقي خلاص الجسم بقى بيبدأ اللي هو خلاص، فيبدأ يقلق ويبدأ يقول لك ايه، اصل انا عملت كذا زمان. فاحيانا بنقول له الكلام ده، انت تبدا تقلق، من احب لقاء الله احب الله لقاءه، انا عند حسن ظني عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. احنا نبدا نقلق، احنا لو رايحين نقابل حد هيحاسبنا بشر، بنبقى قلقانين، لكن لما نروح نقابل ربنا بس بقلوب صادقه. بس يعني ايه بقلوب صادقه؟ انا بفضل افتكر قصص ما عملوش حاجه، يعني ما تقعدي تسمع القصه وهم ما عملوش حاجه اصلا، بس تبدأي تفكري في القصة وكده، تلاقي إيه، الإنسان بيبدأ بقلبه بس من قبل ما يبدأ أي حاجة، يقول لك أنا عايز أتغير، يدخل الجنة. فاكرة قصة الراجل اللي قتل 99 نفس؟ قتل 99 نفس، يعني في ذنب أكتر من القتل؟ يعني قتل 99 نفس، راح سأل واحد تاني قال ليه توبة، قال له لا قتله بقى 100، يعني قفل ال 100. هو ما عملش أي حاجة خالص، هو راح لعالم قال له غير المكان، بس بيغير المكان ولسه بيمشي مات. الملائكة الرحمة وملائكة العذاب اتخانقوا عليه في الآخر، خدته ملائكة الرحمة ودخل الجنة من قبل ما يعمل حاجة. بس هو قلبه خلاص سمع كلام العالم ونوى ان هو يتغير، فلف ظهره وخلاص يعني هيسمع النية. الكلام يعني لو اخلص النية حتى لو ما نفذهاش ما خلاص، هو خلاص نوى تحصل. بس لسه ما عملش حاجة، دخل الجنة. لو نفتكر قصة التلاتة، اقعد افتكر كده القلب قد ايه دوره قوي قوي. التلاتة اللي دخلوا الغار واتقفل عليهم، فواحد فيهم اقترح خلاص كل واحد يحاول يدعي ربنا بعمل صالح، عمل صالح، يمكن ربنا بالعمل الصالح ده الحجارة دي تتحرك ونخرج من الغار. فكل واحد ممكن نقول ايه، انت عندك حسنة او عندك عمل،
فعلا لو دعيت ربنا بيه ان شاء الله يستجاب. فالتلاتة بص كده في اعمالهم، واحد كان حد شغال عنده فمشي ونسي ياخد الاجره بتاعته، فايه فبدا يتاجل له في الاجره بتاعته. خلينا نعرض التلاتة وبعد كده اقول لك الشاهد. ماشي. التاني بيحب بنت عمه جدا جدا جدا، اتزنقت في فلوس، لاحظت طلبت منه قال لها سيبي لي نفسك، ما رضيتش، بعد كده اتزنقت قوي فرضيت، بعد كده ايه راح لها. هنكمل تاني. الراجل التالت والده ووالدته نايمين وجعانين وعطشانين، وهو بيجيب الاكل، راح جاب الاكل رجع لقاهم نايمين، فضل قاعد عليهم لحد ما يصحى عشان ياكلهم ويشربهم بامل اولاده. ماشي. التلاتة، الراجل اللي بيحب بنت عمه مجرد راح قالت له ايه اتق الله، بعد وسابها ومشي واداها الفلوس. الراجل التاني تاجر في فلوس الشخص اللي نسي الفلوس، بدا يبقى عنده ناس حاجات كتير قوي من الابل والغنم، فلما جاله قال له انا نسيت عندك الاجره، قال له خد دول وامشي، خدهم كلهم وخدهم ومشي. التالت فضل واقف عند باباه ومامته لحد ما صحي ياكلهم ويشربهم، وطلع لاولاده عشان ياكلهم ويشربهم. اعمال كلها قلبيه. هو اعمال كلها محدش شايفها. يعني في النهايه الراجل ده لو خد الفلوس وكبر دماغه اصلا هو مين يعرف؟ والعامل لو اجرته مثلا يعني 5 جنيه اداله 5 جنيه ومشي. صح؟ في التاني بيحب بنت عمه جدا والفرصه. هو خلاص هو اصلا بيتمنى اللحظه دي. بس هو في النهايه ده قلبه سليم اصلا. ده بتقول له اتق الله، ما قالتلوش حاجه تانية، ده احنا النهارده ممكن تقول له اتق الله وممكن تقول له كذا وصباح الفل اللهم اجعلني من المتقين بتريقه، ولا في دماغه اصلا. والتالت كان ممكن يقول لك يا عم كبر دماغك اكل ولادي وبعد كده ارجع لبواي ومامتي. بص القصص، القصص كلها ايه؟ قلب. احنا مشكلتنا في ايه بقى؟ احنا قلوبنا اصلا بقى فيها شويه امراض كده، فاحنا ايه؟ مش قادرين نتطلع الى الرقيه ان احنا نطلع بالقلوب السليمه اللي احنا بنتكلم فيها في القصص دي. طيب انا عايزه اقف عند النقطه دي بقى. يلا بينا. دلوقتي انت ذكرت قصه فيها ثلاث اشخاص كانوا بيفعلوا بعض الافعال، منهم اللي كان بيغوي المراه، ولكن هي لما فوقته قالت له اتق الله هو فاق، فهو